مرحبا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج أبواب الخير. حلقتنا لليوم رح تكون مع مجموعة شباب متطوعين بمبادرة تطوعية يوم الإطعام ضمن فوج الكشافة. رح نكون بالبداية مع قائد الفوج 77 لحتى نتعرف عليه أكثر، نتعرف على هذه المبادرة. يسعد أوقاتك، نتعرف عليه. أهلا وسهلا، مهندس نوار دوبي عميد فوج 77 البحري. الفوج 77 البحري أحد الأفواج الموجودة بفوضية الإدارة كشاف سوريا. نحن بشكل عام رمضان متعودين نعمل هذا اليوم التطوعي اللي نحن بنسميه يوم الإطعام، بنستفاد من عدة الطبخ الموجودة عندنا نحن بالأساس باستخدام المخيمات، وبنجيب المواد الغذائية تبرعات من أهالي الأولاد وأصدقاء الفوج، وبنقسم حالنا نحن مقسمين كفرق، فبنعطي مهام لكل فرقة، حدا شيء عن الطبخ، شيء عن التغليف، شيء حضر التمر لحتى نوزعه بالطرقات إلى آخره، نوزع أدوارنا بهذا الشكل. وطبعا التوزيع بيتم للعائلات اللي بيجيبوا لنا أسمائهم أبناء الفوج، يعني كل واحد من أولاد الفوج بيشوف شو فيها، بيعرف عائلات محتاجة بمنطقته أو بمنطقة الفوج، بنسجل نعمل إحصائية لهم، وبالأخير بآخر النشاط بيتم عن طريق الأولاد توزيع الوجبات لهم. يعني ملاحظين فريقك منظم هلا مثل ما شايفينه، في اكيد تنظيم مع هدول الشباب اللي هن حابين يقدموا شيء ضمن شهر الخير شهر رمضان. خبرنا عن اهميه التنسيق بيناتكم، نفسهم هن الشباب اللي عم يكونوا معكم كل سنه بهذا العمل التطوعي. تماما، هن ما بس كل سنه بيكونوا معنا، نحن دائما على طول معنا، هن منتسبين للفوج، كلهم منتسبين للفوج، ونحن بشكل عام على مدار العام بيكون عندنا انشطه حسب شو يعني حسب الفصل، حسب بالصيف بيكون عندنا مخيمات، بالشتاء بيكون انشطه داخليه الى اخره. وجزء كبير من برنامج الكشافه هو خدمه المجتمع، ومن ضمن القانون هو ان اساعد الناس في كل حين، فاكيد نحن دورنا نفعل دور الكشاف بالمجتمع، واصلا نفرجي اهميه التطوع ونعود الاولاد من صغرهم على اهميه مساعده الاخرين واهميه التطوع والشغل من شان مجتمعنا. يعني اكيد هدول الاولاد باعمار محيره لسه، اعمار صغيره، هن بحاجه لهذا الدعم منكم، لاعطائهم الثقه، لاعطائهم النتائج. يعني مثل ما عم نشوف في نتائج، هن كثير مبسوطين بهذا العمل التطوعي اللي عم بيقدموه. اكيد بكل عام عم يزيد العدد او عم بيتم انتساب يعني اكثر من العام الذي قبل، او ممكن خلال فتره العام كمان في انتسابات جديده ام من الفرق او المجموعه ذاتهم؟ لا اكيد كل سنه بصير في انتسابات جديده. الانشطه الخارجيه هي بتروج الحركه الكشفيه، فدائما لما العالم بيشوفونا بلباسنا، بيشوفونا بانشطتنا، بفرقتنا النحاسيه، فاكيد بيتشجعوا وبينتسبوا بنسبوا اولادهم للحركه الكشفيه، وهذا من احد اهدافنا كمان، لما بنعمل هيك انشطه كمان نحن بنكون عم نروج لحالنا كحركه كشفيه، حتى العالم يشوفوا دور الكشاف، يشوفوا عن جد الكشاف شو بيعمل المجتمع ودوره التطوعي بالمجتمع. شو ميز السنة عن السنوات الماضية فوج الكشافة بشهر رمضان؟ شو كان له خصوصية؟ هلا نحن بصراحة من أحد خصوصياتنا بشهر رمضان هو هذا اليوم، اللي هو كثير بيعني لكل واحد بالفوج، لأنه كل اللي بيجي من الصبح بيحسوا عن جد بالتعب، بيشتغلوا لحتى يساعدوا، يحسوا بالعائلات المحتاجة، خاصة لما الولد أو الشاب أو الفتى بينزل على الشوارع، بيوزع، بيشوف بعينه أوضاع العالم كيف، فوقتها كثير هذا الشيء بيفيده، وكثير بحسوا بقيمة مساعدة الآخرين، ودائما كنا كل سنة بيطالبوا نعمل هذا اليوم، وبيمكن هالسنة هسه نعمل يوم ثاني حسب مثل ما عم يطلبوا منا حتى أولياء أمور الكشافين. نحن هلا شايفين الشباب والصبايا ببريك صغير، هلا اكيد رح نروح كلياتنا لنشتغل ونشوف كل حدا شو هو عمله وشغله، رح نكون معه اكيد. بنتمنى لك كل توفيق. شكرا لك. شكرا كثير لكم، لانه عم تغطوا هيك احداث يمكن ما كثير كل العالم عم تشوفها. شكرا لكم. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا هلا. عرفنا حضرتك. انا عدنان دوبي، قائد الفوج 77. اهلا وسهلا فيك سيد عدنان، ويعطيكم العافيه. خبرنا عن شعورك اليوم وانت عم تقوم بهذا العمل التطوعي مع مجموعه الشباب. والله شعور كثير حلو، يعني ما في احلى منها انه تكوني عم تشتغلي مع شباب باعمار مختلفه، وعم نعمل شيء بالاخير عم بيعود
مجتمع وعم نطعم العائلات المحتاجة وعم نشتغل مع بعض كتير بشكل حلو. من أي ساعة أنت متواجد هون؟ من 9 الصبح. من 9 الصبح بلشنا نحضر الأغراض والفروج، نسلق ونظبط كل شيء، وبعدين بلشوا هالشباب يجوا شوي شوي ونوزع المهام على عليا. طيب يعني كم وجبة أنتم حاضرين اليوم؟ تقريبا شيء 1000 وجبة بدنا نوزع. كيف بيتم توزيعها؟ هلا نحن عاملين إحصائية لمجموعة من العائلات. في عائلات رح تجي لعنا على الفوج رح نوزع لها هي الوجبات، وفي عالم نحن رح ننزل لعندهم على بيوتهم نوزع لهم إياهم. فحسب يعني نحن عاملين إحصائية ومحكاين هن دول العائلات. يعطيك ألف عافية، شكرا لك. الله يعافيك يا هلا وسهلا. رح نشوف الصبية اللي معنا هون كمان نتعرف عليك. قائدة مها غريب، أهلا وسهلا فيك يا قائدة مها. اليوم العمل التطوعي برأيك ضمن شهر رمضان هو عمل خيري، عمل تطوعي لتكونوا بجانب الناس مثل ما ذكر زميلك، الفقراء، يمكن المحتاجين، يمكن حتى في فكرة أنكم تطلعوا على حواجز الجيش ويكون لكم كمان وجود وتواجد معهم بأيام الخير. خبرينا عن يعني هذا العمل التطوعي اليوم اللي نابع من الذات. أنت كقائدة اليوم عم تطبخي وتطلعي على الحواجز وعم تكوني مع هؤلاء الشباب ضمن المبادرة، خبرينا عن شعورك، عن أمنياتك، عن يعني هذا الاستمرار للعمل التطوعي ضمن فوج الكشاف. تعرفي نحن شعور كتير كتير حلو، ما بتصدقي قديش بالكشاف نحن أصلا منعلمهم على العمل التطوعي وعلى حب الآخر وعلى مساعدة الآخرين. فنحن بهذا الشهر دائما بتبين كل أنشطتنا وكلها بتتجه للأيتام، لحواجز الجيش، للفقراء، ممكن يكون للمعوقين كمان، يعني كل جمعيات اللي بدها رعاية نحن بنحاول نساعدهم لو بجزء بسيط، هو ممكن يكون بأكلة، يمكن يكون بمشروع صغير أو بنشاط، يعني مو شرط بس الطبخ. يعني نحن اليوم نشاطنا نشاط قطعة، هذا واحد من أنشطة رمضان. في عنا أنشطة تانية توزيع معونات، في عنا أنشطة تانية منجيب الفقراء أو الأيتام لعنا بيلعبوا مع أولادنا، بيصير في تفاعل بيناتهم وبيندمجوا معنا مشان يحسوا إنه هن ما ناقصهم شيء مثلهم مثل غيرهم. يعني هذا هو أساسا هدف الكشفية. فكرة الإطعام يعني قديش ما فعلا إلى خصوصية بتواجدكم مع هؤلاء الناس بشهر رمضان على الإفطار، وجود هاي الوجبات الجاهزة اللي فعلا هي مو بقيمتها المادية لكن بتواجدكم كشباب بأعمار مختلفة مثل ما حكينا، وجودكم أنتم كقائد فوج مع هدول الشباب. هلأ هي الفكرة بتنبع من الصغير للكبير، ونحن بنصير في بندعم حالنا بحالنا وبنشتغل مثل ما شفتوا نحن من الصبح ورشه، فهذا مشان الكل يتعلم حب الخير. هو دعم الاكل كثير منيح للفقراء انه يجيهم، انه نحن فكرنا الفوج دائما بفكر بالناس الثانيه اللي ما قدرانه انها تطبخ او تاكل شيء لقمه نظيفه مثل ما بيقولوا، نحن بنعطيهم مع النظافه كثير حب من مجموعتنا. نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك. تسلم يا رب. شكرا كتير. رح نشوف الشباب اللي عم يشتغلوا كمان معنا هون، نتعرف عليه. الجوال احمد من فوج 77 البحري. اهلا وسهلا فيك. يعني عم تقول من فوج 77 هيك وانت متفائل ومبسوط اكيد ضمن هيدا الفوج اللي منتسب له. خبرنا عن يعني اول انتسابك للفوج، اندفاعك لهذا الموضوع للعمل التطوعي. هو الاندفاع يعني من جوا بيطلع، انه تكون انت بتحبي فعل الخير، ما بتلاقي الا انه الكشاف قدامك. طبعا نحن كل سنه بنعمل هيك نشاط برمضان، بنوزع اكل للمحتاجين والفقراء، والحلو بالشغله انه مثلا انا مثلا ساكن منطقه انه بشوف مين محتاج حتى اقدم له وجبه فطور، بحكي وبقول له باخذ له وجبات لعنده على البيت وهيك صار. طيب شو اللي يعني عطاك هذا الموضوع؟ شو عطاك ثقة بنفسك؟ عطاك أكيد شخصية جديدة، ثقل شخصيتك بتواجدك مع هؤلاء الناس بالعمل الخيري والتطوعي؟ المجتمع هيك إنه نخرج رفقة مثلا سند، بتقوي ثقافتك، بتقوي شخصيتك، إذا كنت ضعيفة خجولة كذا هيك بتفهمي الحياة بشكل أوضح، يعني بيعلموك على كل شيء كويس وممتاز. منالك التوفيق. شكرا لك. سلمي. كاملين معكم كمان مشاهدينا لنشوف بقية الشباب اللي هن من فوج 77 فوج الكشافة لنتعرف عليك. يعطيك العافية. محمد من فوج 77 فرقة السواعر.
اهلا وسهلا فيك محمد، شو بتدرس محمد؟ إدارة أعمال سنة أولى. محمد، شو اللي دفعك لتنتسب للفوج 77 لتكون ضمن العمل التطوعي؟ انه شفنا انه مثلا العالم في كثير بحاجة لمساعدة وما في حدا عم يساعده ولا حدا سألنا عنه الا ممكن يكون شيء بسيط. فشفنا انه احنا ورفقاتنا انه لازم نسجل بالكشاف ونقدر بالمبادرة مشان نساعد العالم، ممكن يكون اني ماديا او بالطعام او معنويا او شو اي شيء، بس انه نقدر نساعد العالم ونرسم بس مع وجهه. طيب انت شو اللي اعطاك هذا الموضوع لشخصيتك؟ شو كيف ثقل شخصيتك؟ هلا اجباري هلا صار اتكون عند الواحد الشخصيه، وبالاضافه انه تعرف على عالم اكثر وصارت حياته الاجتماعيه احلى وصار عنده رفقات كثير. مكملين معكم مشاهدينا، هلا رح نشوف الصبيه نتعرف عليكي، يعني شايفينك بضمن جو الفرح اكيد بضمن العمل التطوعي عم تعملي هذا الجو من الفرح مع اصدقائك من فوج الكشافه، بعبارات نحن بدنا نفهمها منك اكيد صيحات كشفيه خاصه بفوج الكشافه، خبرينا شو عم تقولي. هلا في صيحات نحن بنقولها بالكشاف خاصه بالكشاف، فاكيد انه في عالم وقت تسمعي رح يسمعوها، في عالم ما رح تعرفه بس في عالم انه رح تنبسط وقت بتسمعها، وهنا صيحات انه بتدرع الكشاف وان شاء الله هيك نحن بكون هيك خاصه بالكشاف. اعطينا هيك عباره خاصه فيكم. هلا بدك كبند او كصيحه او شو انت اللي بتامني فيه اكثر شيء ضمن فوج الكشاف؟ هلا اللي بنامن فيه انه نحن كلنا فوج واحد وايد واحده، وبالنهايه انه نحن كلنا عائله واحده وان شاء الله بنضل هيك طول حياتنا. آمين يا رب. شكرا لك على الجو الحلو اللي عم تضفيه لرفقاتك، يعني الصبايا والشباب أكيد مع العمل التطوعي هذا الجو اللي بيعطي أكيد هذا التماسك بيناتكم. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. رح نشوف مشاهدينا الصبايا كيف عم بيعبوا الوجبات ونحكي معهم. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. عارفيني على اسمي؟ أنا المرسل مبتدئة تالي بكداش، قائدتي فرح غريب، وكتير بفتخر فخر كبير من يوم اللي اجيت على هيدا الفوز، يعني الحمد لله مبسوطين كتير بأننا عم نعمل هيدا العمل التطوعي، وإن شاء الله الله بيجعله بميزان حسناتنا. آمين يا رب. شكرا لإلك. كمان نتعرف عليك. اسمي شدة بالبول، فتيات من هون وقائدتي فرح غريب، كتير انبسطنا وتسلينا واشتغلنا كلياتنا بكل شيء وإن شاء الله يكون خير. رح نكون مع مجموعة أكبر كمان مشاهدينا من الشباب والصبايا اللي شايفينهم عم يشتغلوا طبعا بكل حماس وبكل محبة. نشوف الصبية، نتعرف عليك. رولا هارون. أهلا وسهلا رولا، خبرينا عن شعورك أنت عم تشتغلي طبعا بكل اندفاع ومحبة عمل طوعي ضمن شهر رمضان ضمن فوج الكشاف. اليوم تواجدي مع أصدقائك لتقوموا بعمل فعلا مهم، هو انتم كشباب اول طلعتكم مثل ما بيقولوا، هذا العمل شو بيعطيكي لشخصيتك؟ هلا اولا هو العمل كثير حلو انك تشتغلي مع فريق جماعي، وهو كمان عمل انه انت رح تعطي للعالم، رح تشوفي كثير شيء حلو انه العالم عم تتشكرك وتكوني عم تعملي بصمه كثير حلوه بمجتمعك وعند العالم كمان، يعني هو بالاخير عمل تطوعي انت نابع منه كثير رح تشوفها يعني شيء حلو وقت اللي عم تعيشي انت التطوع بشكل يعني فعلي نظامي. طيب اليوم يعني فوج الكشاف 77 اكيد صار له بصمه ومستمرين لقدام، انت كيف شايفه المستقبل لقدام مع هذا الفوج مع الاعمال اللي عم بتقدموه والنشاطات اللي عم تقوموا فيها؟ هلا انا بعتقد اذا راح يضل هيك الفوج وهو كل ما انه عم يكبر ويكبر اكثر بعتقد وراح يعم كثير، راح تشوف البلد راح تصير كثير يعني بشكل حلو كثير، وراح يتركوا بصمه بكل محل وبكل مكان، وبتمنى يعني اي شخص حابب يتطوع هيك ينزل لهون لانه عن جد هو شيء كثير حلو وبيترك بصمه عند كل شخص وعن جد بتعيش التطوع بشكل كثير لذيذ وحلو.
يعطيك العافية، شكرا لك. نشوف الصبية الصغيرة اللي معنا هون، نتعرف عليك. أنا نسيهان فتال، مرشدة متقدمة بفوز 77. نحن عم نشتغل هون عمل تطوعي مشان نعطي الأيتام ونساعدهم هي، لأن نحن عنا بقانون الكشاف إنه نساعد الآخرين ونحن أخوة مع بعض. قديش عمرك؟ 17 سنة. العمر كله يعني اليوم عمرك 17 سنة، إن شاء الله العمر كله عندك هاي البصمة والوجود ضمن المجتمع، عم تعملي شيء بالنهاية لخدمة الناس، لخدمة المجتمع، لخدمة وطنك الغالي. اليوم شعورك كيف بدك توصفي لنا إياه بتواجدك مع رفقاتك ضمن هيدا الفريق؟ أكيد شعور فخر إنه أنا عم ساعد العالم وقدراني ساعد العالم، هذا الشيء كتير بفرحني. يعطيك العافية، شكرا. الله يعافيك. مكملين معكم مشاهدينا لحتى نشوف المزيد من الصبايا اللي عم يشتغلوا بكل حب عم بيقدموا. يعطيكي العافية. الله يعافيكي. عارفيني على اسمي؟ حلا عبسي، 77، من الفتيات، قائد كمان فرح. حبينا نعمل هيك يوم تطوعي بيجمع أهداف الكشاف مع يعني كل شيء. طبقنا قوانين للكشاف، يعني هو نحن بنحاول قد ما عنا نعطي تعاون ونساعد يعني محتاجين هيك، يعني اكثر العالم محتاجه. كيف قررت تكوني ضمن هذا الفوز؟ هلا انا كانت يعني من قصص العائله، يعني انا كانت عائلتي اني عائلتي كمان هون، فانا انضميت مع بعضهم. يعني هي تجربه كثير حلوه وكثير هادفه، يعني بقى انه غير انه بتهدف لشيء معين. يعني اكيد لكم بصمه بالمجتمع، وجودكم مع الناس اللي هن بحاجه لهي المحبه والابتسامه اكثر من الحاجه الماديه. كيف توصفي لنا شعورك لما بتكوني متواجده معهم؟ هلا اكيد انا يعني هو شعور كثير تحسه بطمانينه، انه لما تحسي بسعاده اكيد، لانه انت عم تساعدي حدا تحسي فيه انه عن جد انه كيف هيك العالم، انه ان شاء الله بالحرب وهيك، لا نساعد نحسن هيدا الشيء، ما بنخلي هيك شيء ينتشر عنا ان شاء الله دائما. شكرا لك. ماشي، سلام. رح نشوف معنا الصبيه اللي مستلمه طبعا تعبئه الوجبات. يسعد اوقاتك. اهلا اهلا. نتعرف عليك. القائده دعاء صفيه. اهلا وسهلا فيكي انسه دعد. خبرينا اليوم عم تعبي الوجبات، اكيد بشهر رمضان عم بتكونوا مع الناس ضمن حمله اعداد طعام لإلهم، يعني هذا العمل التطوعي اليوم النابع من الذات، احكي لنا شوي عنه. هلا نحن هذا العمل كثير بنحبه، يعني هذا اليوم بالذات كثير هيك في له عنا، بيعني لنا كثير كونه انه يعني عمل خير، ونحن هذا من شعار الكشاف نحن انه لما بتعمل خير للعالم، ف يعني يوم حلو ما فيني الا غير هيك. لما بتشوفي العالم مبسوطه انت رح تكوني مبسوطه بالنهايه. تنسيق مع الصبايا المتواجدين، شايفتكم كلكم ايد واحده، يعني عم تفهموا على بعض مباشره سواء بالتغليف الوجبات او حتى عم يساعدوكي يعني وضع الطعام ضمن العلب. خبرينا عن التنسيق، هاي الروح الحلوه، الروح الوحده، حتى شفنا الصيحات الوحده مع بعض كلياتكم، اكيد في هدف واحد. هو كونه هنا نحن عائله وحده هون بالفوج، متعودين على بعض، اي عمل بدنا نعمله نحن بنكون منظم من قبل، مقسمين مهامنا بشكل انه ما حدا يعني كل واحد بيعرف شو بده يشتغل، فلهيك بتلاقي فيها الروح الفريق بين بعضنا، وبالنهايه نحن ربيانين مع بعض ويعني عائله لنا زمان. نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك. تسلمي كلك ذوق. رح نشوف مشاهدينا مجموعه ثانيه من الشباب عم يعدوا نوع ثاني من الطعام، رح نتعرف على عملهم وطريقة إعدادهم وطريقة تعاونهم مع بعض ليكونوا إيد واحدة. طبعا مشاهدينا يعني اليوم كان مميز بوجود هؤلاء الشباب اللي هن بعمر الورد مثل ما بيقولوا، مجموعة من الشباب نتعرف عليه. اسمي حسن شرائي، حسن القادر شرائي، عضو بالكشاف فور 77 بالمتقدم. خبرنا عن العمل عم تقوموا فيه هلا. حاليا بدنا نوزع تمر على الشارع ومي، يعني مشان فطر العالم اللي صايمه. هلا انتم هون مجموعات، يعني انتم مجموعتكم خاصه بتوزيع التمر والمي؟ حاليا فلقدام بجوز نوزع اكل وهيك، ما
وهيك شيء. كيف يتم التعاون بيناتكم كشباب؟ عم لاحظ في اعمار مختلفه ومتفاوته، يعني في اعمار صغيره في اعمار اكبر، كيف تتعاونوا مع بعض؟ في حدا بيتكل على الثاني؟ خبرني عن هي التنسيق اللي بيصير بيناتكم، المحبه، الايد الوحده اللي عم نشوفها. هلا نحن ما بنعتبر بعض كل واحد لوحده، نحن بنعتبر شخص واحد بروح وحده، يعني مثل اخوات هون، يعني ما بنخلي واحد يشتغل لحاله، كلياتنا بنشتغل مع بعض، ما بنخلي واحد يشتغل لحاله ابدا. ان شاء الله بتضلوا ايد وحده، يعطيك العافيه. الله يعافيك. راح نشوف مشاهدينا الشاب الصغير معنا هون نتعرف عليه ونعرف قديش عمره، يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو اسمك؟ تميم. تميم قديش عمرك؟ 13. ان شاء الله العمر كله. تميم انت مبسوط بهذا العمل اللي عم تساوي اليوم؟ طبعا، نساعد الفقراء هذا واجب علينا. طيب خبرنا انت كيف شعورك لما عم تاخذ التمر والمي وتقدمه للناس وتكون معهم بايام شهر الفضيل؟ هذا شعور كثير حلو طبعا، لانه نحن عم نساعد الفقراء وهدول يعني بضلوا مثل اخواتنا. طيب كيف قررت انت تدخل ضمن الكشاف؟ هو نحن لما تطوعنا كانوا رفقات يشجعوني طبعا انه اتطوع لهون، لانه هذا العمل كثير حلو وكثير شعور حلو. بس ناوي تستمر؟ ايه طبعا. نتمنى لك التوفيق. شكرا لك. كمان رح نشوف الشاب اللي معنا هون نتعرف عليك ويعطيك العافيه. يعافيك. شو اسمك؟ محمد موسى. محمد قد ايه عمرك؟ 14. العمر كله يا محمد، أنت مبسوط بالعمل اللي عم تساوي اليوم؟ أكيد مبسوط، لأنه عم نساعد عالم بأي طريقة فينا نساعدهم، نحن عم نعرف نقدمه عن طريق الكشاف مثلا. طب كيف أنت الطريقة اللي عم بتقدمها فيها؟ هو مثلا اليوم عم نقدمها عن طريق تقديم أكل للمتأخرين مثلا، أو نساعد فقراء أو هيك. وأي طريقة لنساعد حدا محتاج تكون كثير منيحة. طب لما بتروح لعند حدا وبتقدم لهم التمر والمي وبتشوف هذا الشعور الحلو النابع منهم، أنت وصف لي يعني كيف بيكون شعورك؟ كيف بيكون تعاملك معهم؟ بتتمنى ترجع تعيدها؟ كلياتنا بنكون كثير مبسوطين وكثير حابين نضل عم نعمل هيك ونضل عم نقدم. والكشاف هو اللي دائما عم يخلينا إنه نضل تقريبا كل يوم عم نقدم مساعدات وهيك شغلات. رح نكون مشاهدينا مع مشرف هاي المجموعة لنتعرف عليه ويحكي لنا عن هذا العمل والنشاط اللي عم بيقوموا فيه الشباب، يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا احنا بالعادة كل سنة بنعمل برمضان، هذا اليوم هو بيكون يوم طعام، يعني موزع فيه مثلا وجبات للمحتاجين واحيانا لحواجز الجيش. هذا نوع من انواع التوزيع. احنا بيكون في عندنا توزيع ثاني، هو خلال وقت الأذان بيطلعوا الشباب اللي هلا عم يضبوا التمر، بيطلعوا على مفارق الطرقات العامه مثلا، بصيروا اذا حدا متاخر على بيت وقت الافطار فبيوزعوا له تمر ومي مشان انه يلحق يفطر قبل ما يوصل على البيت. فنحن هلا اليوم كمان رح نرجع نعيد هذا الشيء، وان شاء الله هيك العالم نقدر. انت مستلم هاي المجموعه اللي فيها اعمار مختلفه، كيف طريقه تعاملك معهم، طريقه الترتيب والتنسيق بيناتكم؟ اكيد انتم هدفكم واحد، لكن دائما بحاجه يعني لترتيب او يعني تنسيق. خبرنا عن هذا التعامل، خبرنا عن النظام الموجود. هلا هون فرقتين الشباب الموجودين هن مقسومين لمرحلتين عمريه، يعني احنا عندنا اول مرحله هي مرحله الاعدادي، ثاني مرحله هي مرحله الثانوي. هن صايرين فرقتين مستقلتين تماما، فرقه اسمها فرقه الكشاف الفتيان او المبتدئ، وفرقه اسمها فرقه الكشاف المتقدم. هن كل فرقه لها حاله، لها قيادتها الخاصه، لها طريقه بالتعامل، لها كل شيء منفصل لحاله، بس بالانشطه دائما نحن بنحتاج انه هدول فرق الشباب هن دائما بيكون عندهم هي الطاقه الكبيره للشغل، هي الحيويه اللي بتحمسهم على الشغل، فدائما نحن بنستعين فيهم بهي المهمات، بتكون شوي صحية كبيرة على عمرهم، بس هن دائما بيكونوا قدها ودائما نستعين فيهم لهي الشغلات نحن. طيب لتجتمعوا خبرنا عن يعني طريقة اختياركم للاجتماع للمكان، كيف بيتم يعني التنسيق والتعاون بيناتكم؟ هلا احنا بشكل عام يعني مثلا هلا هون مقر الفوج، يعني دائما هون بتصير الاجتماعات، يعني ما يعني قليل ما انه نطلع لبرا اذا مثلا احنا في عندنا اجتماع اسبوعي، فهذا الاجتماع الاسبوعي بشكل عام بيكون ضمن مقر الفوج، او احيانا مثلا اذا حابين نعمل شيء بالخلاء برا الفوج مثلا بحديقه عامه او مثلا برا المحافظه ممكن نحن نطلع مع الفرقه ناخذ رخصه مثلا ونطلع. وبالنسبه للاتفاق على الاوقات فنحن ضمن الاجتماع احنا بننسق هي الشغلات بين بعض، يعني بوقت بحيث انه شيء يرضي الكل.
مشاهدينا راح نكون مع احد طبعا المشتركين يمكن من المفوضيه، راح نتعرف عليك. القائده سمر عجان، عضو لجنه مركزيه مسؤوله المرشدات باللاذقيه ونائب عميد فور 77. اهلا وسهلا فيك، خبرينا عن اليوم، يعني انت دورك مع هؤلاء الشباب. هلا انا دوري اليوم مثل اي متطوع اليوم بالفوج، نحن يعني اليوم هيدا صار عاده عندنا بالفوج كل سنه، لازم نعمل اليوم اطعام للفقراء والمحتاجين ونفطر معهم نحن كابناء الفوج 77. ونحن اليوم من الصبح جينا عملنا حضرنا الغراض وهلا عم دب مرحله الضب الوجبات لحتى يروحوا الشباب يوزعوا مثل ما شفتوا انتم. يعني انت متواجدة معهم يعني بشكل دائم بالفوج 77، ضمن هذا الفوج يعني مجموعة مختلفة من الشباب مشتركة، خبرينا عن هذا الاختلاف، عن وجودكم كأيد واحدة. هلا نحن كفوج هو حلاوة الكشاف انه هو لمختلف المراحل العمرية، يعني عندنا من 7 ل 70 اذا بدك. هيدا الاختلاف بالاعمار بيولد التنوع، طبعا نحن متنوعين من بيئات مختلفة، من شهادات مختلفة، من مراحل عمرية ودراسية مختلفة. هيدا التنوع اللي بيربطه الوحدة الكشفية اللي هي القيم الأخلاق الكشفية اللي نحن عم نربي الأولاد عليها. هدفنا الأساسي هو خلق مواطن صالح لخدمة المجتمع ويساهم بإعادة أعمار البلد وخصوصا بهي الأزمة. يعني الكشاف كان هو ضرورة كتير بهي المرحلة لحتى أنه يحصن الشباب وينمي لهم الحس الوطني عندهم والانتماء والإحساس بالغير، لأنه هي أهم سمات الكشفية بمنظومة العمل الكشفي. أكيد عم تقدروا توصلوا لهي الأهداف مع الشباب بمختلف الأعمار والنتيجة عم تكون واضحة، يعني قديش هن مبسوطين اليوم ضمن هذا العمل التطوعي الخيري ضمن شهر رمضان المبارك. يعني هاي الإيد الوحدة اللي شايفينها اليوم أكيد هي نتيجة لأهدافهم، لأهدافكم عفوا. شو بتحبي اليوم بشهر رمضان؟ يعني دائما تدعي الناس، الجمعيات الثانية بشكل عام لعمل. طبعا اول شيء كل عام وانتم بخير، من الشهر الفضيل، واكيد هيدا هيدا العمل الخير هو من سمات المواطن السوري بشكل عام. يعني احنا كسوريين دائما بنعمل خير، يعني كنا بنعمله للغريب فما بالك هلا نحن مع بعضنا. فاكيد ما فيني وجه لاي حدا، لانه كل انسان او كل مواطن بيعرف شو واجبه تجاه منطقته تجاه بلده بهي الأزمة. بالنسبة لكشافينا نحن بنعلمهم بالممارسة، نحن عنا التعلم بالممارسة هو من أهم طرق التعلم. فهنا نحن لما بنعمل هي الأنشطة الخيرية، بنعمل أنشطة تطوعية، فهيدا أوريدي يعني هنا بيخليهم إنه هذا ينمي الإحساس عندهم بإحساس بالغير، مساعدة الغير، وإنه نحن وطنيتنا منجسدها بهذا العمل بالقيم اللي نحن عم نربيهم عليها، إن كان من التعاون، إن كان من الصدق، كان إحساس بالآخر والمساعدة لتقديم أي مساعدة صغيرة لإلهم. شكرا لك العام وأنت بخير. وأنت بخير يا رب، تهرفتم. كملين معكم مشاهدينا، معنا الأستاذ مأمون زيدان اللي دائما يعني وجودك حاضر أستاذ مأمون بنشاطات مختلفة، اليوم متواجد مع الكشافة أيضا، خبرنا عن دورك اليوم مع كشافة فوج 77. هلا أنا بداية بدي رحب فيكم وأقول كل عام وأنتم بخير لجيشنا البطل. كنا حابين نعمل الوجبة امبارح بس الظروف الفنية طولنا لليوم، واليوم طبعا راح نبعث لحواجز الجيش الموجودة، لأنه ما بيحس بقوتهم وعملهم الدؤوب شو هو، نحن صعب بنكون ولا شيء بلا الجيش. هلا بوجودي بعمل تطوعي، انا بطبيعه عملي حالي بحب العمل التطوعي، وانا قائد بالكشاف الفوج 77، بقى كان لابد شارك كل نشاطاته بالمعسكر، واليوم نشاط الاطعام. يعني هو نشاط الاطعام، يعني الفكره اجت يعني من تعريف الكشاف. تعريف الكشاف حركه شبابيه انسانيه تطوعيه. طيب هي شهر الخير، شهر الخير الانسان بده يحس باخوه الانسان وشعوره، ولا هي له نحن نحكي بالصفه الربانيه تاعت الشعور العطش والجوع، نحن خلينا بالصفه الانسانيه. طيب التطوعيه، فنحن اليوم يمكن حكوا كثير عن العمل، بس نحن بهمنا ننشر الفكر تبع العمل. هلا نحن هلا بده يبلشوا قبل الوقت اشطار، يطلعوا مجموعات على اشارات المرور ليضيفوا اللي تاخر على البيت، وهو انه بيجي لازم يكون وقت الاذان بده يكون الواحد حلال يفطر، بقى راح يوزعوا مي وتمر وحليب للصائمين. طيب ليش؟
فينه الواحد يفطر بسيارته، فينه يفطر في بيته، بس نحن ننشر ثقافة العمل التطوعي وتتوزع بين الناس وتعم. هذا دائما أنا بحب أكد عليه. نحن رديف فصيل دائما للمجتمع الأهلي، هو رديف العمل الحكومي بتضافر وتأييد ودعم، ما فينا نشتغل بلاها. فلذلك نحن لازم نحس بهذا الشعور الإنساني بين البشر بين شهر رمضان شهر الصيام. هذا هو. أما موضوع الأطعام انجرد بدقة، يعني اليوم صح الطبخ صار بيوم واحد بس انجرد قبل الوقت من أكثر من فصيل من الكشاف من كلها. يمكن هذا حكي عليه ما حكوا عليه، بس هلأ التوزيع كمان التوزيع منسق. هلأ كل فصيل راح يروح بمجموعة بسيارات من سيارات قادة الفوج أو في سرافيس راح تروح لتوصل عوائد الفطور الأكل السخن. يعني هذا هو غايتنا، أنه نوصل الشعور الأخ بأخوه بالبلد. نحن بسوريا كلاتنا شعب واحد ربينا وعشنا وراح نضل هيك. وإذا أنا ما شعرت بأخوي اللي كان بحلب ولا بالشام بهي مشكلتنا، لا نحن سوريا شعب واحد. واليوم التوزيع ما بس لصاحبي من نطاق عمل الفوج أو حي الفوج، مشكل من مغتربين من أهود، أنا ما بقول المهجرين، من جايين ضيوفنا من غير مدينة وأهلا وسهلا فيهم، كلياتنا واحد رح نضل عايشين سوا منعمرها. سوا منعمرها. بدنا نشكرك على كلماتك الرائعة، نتمنى دائما نكون فعلا إيد واحدة. شكرا لحضورك سيد مأمون. أهلا وسهلا فيكم، أنتم داعمين أولا لأنه نشر الثقافة العمل التطوعي، الإعلام دور الأول. صح نحن بنشتغل ومنحضر بس انتم داعمين الاولين بشكل دائم، توصلوا صوتنا توصلوا فكرنا ليشاركنا البعض. بقى انا بتشكركم كثير وشكرا لحضوركم واهلا ورمضان الخير، ان شاء الله كل عام وانتم بخير. شكرا لك، رمضان كريم. هيك مشاهدينا نحن بنكون طبعا اليوم كنا مع فوج الكشافة فوج 77، هدول الشباب اللي هن بريعان العمر عمر الورود اللي عم بيقدموا شيء كتير حلو ليكونوا إيد وحدة، ليكونوا يعني مثل ما بيقولوا سوريتهم وحدة. أكيد رح نقول لهم يعطيهم ألف عافية، رح نقول لكم مشاهدينا رمضان كريم عليكم، مثل ما شفنا رمضان الخير دائما سوريا الخير. بدي ودعكم على أمل اللقاء بحلقات جديدة وأبواب جديدة من أبواب الخير. إلى اللقاء.